هي كمان كانت بتقول ان هي على طول حاسه باكتئاب وان هي مودها مش حلو. احنا نعمل ايه بقى؟ احنا في اولا ناس بتسرق الطاقه من الناس بس ما بتبقاش قصدها ان هي تسرقها. يعني انا ممكن اجي اشتكي لك مشكله، اشتكي لك همي، الدنيا بايظه معايا، هنا بيحدث عمليه سرقه للطاقه. فاحنا نظبط المكان بتاعنا، اولا النوم يبقى بعيد عن الحمام، ثانيا السرير يكون بعيد عن الحيطه 50 سنتي، لان الحيطه بتصدر طاقه كهرومغناطيسيه بتؤدي الى خلل في جسم الانسان. نستخدم الملح، المرايه نستخدمها ونغطيها، لان المرايه بتعكس الطاقات السلبيه والايجابيه. بس احنا ما عندناش اجهزه قياس، فعشان ما عندناش اجهزه قياس نعرف الطاقه اللي موجوده هتتضاعف حلوه او وحشه، فنستخدمها ونغطيها. شويه حاجات بسيطه، بالإضافة إن إحنا برضو ننقي التوقيتات المناسبة للأعمال بتاعتنا. لو زبطنا طاقة المكان وطاقة الزمان، الإنسان بذكر الله يبقى هو كده زبط نفسه، وهيلاقي عنده طاقة وهيلاقي عنده حيوية وهينشط، حتى نفسه تتفتح يتعامل مع الناس، إذا كان في البيت تبقى مع الزوج أو مع الزوجة، وإذا كان مع الجيران، والحياة تبقى حلوة. بس نفهم إزاي نتعامل مع القوانين الكونية. طب يا دكتور، انا كنت سمعت معلومه في النقطه بتاعه سحب الطاقه دي، مش عارفه هي صح ولا لا، حضرتك صححها لي، انه لما يكون في حد قدامك بيشتكي لك او بينقل ليك طاقه سلبيه، انه قعدتك ممكن تتحكم ان انت تقفل مصادر الطاقه بتاعه جسمك، زي ان انت تحط رجل على رجل وتقفل ايديك وتربع ايديك، فهل ده صحيح؟ لا، هو مش صحيح. فتحات الطاقه عندك ما تعرفيش ولا تديها ولا تفتحيها، هي بتتلوث كل فتره. ليها طرق ان احنا نظبط الطاقه الروحيه، العين الثالثه، طاقه الرقبه، كل الطاقات بتاعتنا خاصه باعضاء جسمنا من جوه. الكلمه الطيبه بتغير الكلام ده. انا لما الاقي حد بيشتكي لي عشان الطاقه بتاعتي ما تنسحبش، ما انفعلش معاه، ما احسش احاسيسه، بقوه الفكر بتاعتي اقدر انمي له هو الموضوع ده، وحتى اقلل من عنده هو الطاقه السلبيه، ويبقى مصدر احوله لمصدر ايجابي، بان انا اخده في حته تانية من غير هو ما ياخد ايدي. طيب.